الأشواط مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، أعلنت انطلاقة شوطنا الثالث عشر وهو شوط خاص بالفطامين البكار الصعوب. في هذا الانطلاق المتميز والتحديات الرائعة والمثيرة على أرضية هذا الميدان، ميدان دستور أحد أفرع وأذرع المرموم بدانة الدنيا دبي، نسير بالصدارة نتابع البداية والمقدمة، وأرى هناك اللي قادت المجموعة، اللي قادت المجموعة ملوحة بشعار سالم بن راشد بن سيف بن شاوي الغفلي تليها مع المركز الثاني، مع المركز الثاني الدانة لحمد بن علي بن عبيد الشامسي يقدم الدانة، مع المركز الثاني ثالث المراكز. من الجانب الآخر وصلت الأسامي، وصلت الشعارات والتحديات مع هذا الانطلاق المتميز. شواهين لسالم بن عبد الله النعيمي يقدم هذا الاسم على مستوى المركز الثالث، رابع الانطلاقات، رابع التحديات. روجندا من تتسلل في هذه اللحظات لمحمد بن سعيد بن سالم القمزي يقدم هذا الاسم بهذا الشكل الفريد والمتميز، ولكن اللي وصلت ايضا اسياد لراشد بن ضحي بن عبد الله المنصور القادمه بكل قوه على مستوى المركز الرابع. اللحظات الاخيره والتحدي المثير والرائع، ولكن اللي قادت المجموعة روجندا اللي تنطلق بناموس هذا الشوط لمحمد بن سعيد بن سالم القمزي، ولكن رصد لي السيادة القادمة بكل قوة. راشد بن ضحي بن عبد الله المنصوري يقدم السيادة، ولكن روجندا بهذا الشكل الفريد والمتميز تنتزع ناموس هذا الشوط في اللحظات الأخيرة. محمد بن سعيد بن سالم القمزي ينطلق بهذا الشكل الفريد والمتميز مع روجندا اللي انتزعت ناموس هذا الشوط ولحظات وصولها الى خط النهايه. تهانينا والناموس المركز الثاني الدانه لحمد بن علي بن عبيد الشامسي، ومع المركز الثالث السياد لراشد بن ضحي بن عبد الله المنصوري. هذه النتيجه للمراكز المتقدمه، دقيقتين 19 ثانيه وتوقيت ايضا روجندا لمحمد بن سعيد بن سالم القمزي.